قصة رجل الأعمال الشهير محمود العزازي وابنه، متهيألي فاكرينها كويس إن إحنا كلمنا فيها هنا قبل كده، وتحولت أعتقد على السوشيال ميديا إلى قضية رأي عام. طيب إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن أنتوا سمعتوا إنه سواق الميكروباص ابن الست الأثينة رحمة الله عليها كانت قال إن هو راح اتخانق معاهم وعمل معاهم مشاكل وكلام من ده. طيب إيه الجديد؟ الجديد إنه الأستاذ عديل اللي شهرته محارب واللي حضرتك خلاص تقريبا سميته على السوشيال ميديا باسم البلطجي، كان رايح عشان يقابل محمود العزازي، وكان معه مع العزازي الأستاذ المحامي الخاص بيه اللي اسمه وصفي النجار. نتيجة المقابلة حلوة؟ لا مش حلوة. النتيجة إنه قتلوا. أيوة قتلوا. ليه؟ إزاي؟ إيه الملابسات؟ إيه الحكاية؟ الله أعلم. خلصت المفاجأة كده؟ لا، المفاجأة والإذهال والإبهار الأكثر إن إحنا عرفنا بعد حدوث الجريمة إنه رجل الأعمال والمحامي بتاعه كانوا مجهزين لمحارب تنازلات عن كل القضايا اللي رافعينها ضده عشان غلبان واستغلبوه وشافوه على قد الحال وكده. طب يا ابن الحلال قتلتهم ليه لما كانوا هيتنازلوا؟ ولا هي خلاص بقت الجريمة بتنفذ؟ قصة صعبة جدا جدا جدا. قبل ما اروح للفاصل عايز اقول لكم انه جمهور السوشيال ميديا كله تقريبا مجمع على ان سبب قتل محارب لرجل الاعمال والمحامي انه بياخد بالطار، تحديدا طار امه. ظلم، والمصحف ظلم، كذابين، لا حول ولا قوه الا بالله. الحقيقه اللي عرفتها انه محارب كان رايح قاصد يقتل رامي ابن رجل الاعمال، لكن محمود العزازي فدى ابنه ورامي عرف يهرب من الجريمة. أنا من هنا بطالب كل الجهات المعنية بسرعة القبض على محارب في أسرع وقت ممكن، في أسرع وقت ممكن، عشان نفضل دايماً واقفين إن دي دولة قانون. أنا مش عارف أنا عملت إيه لكل ده. ما عملتش حاجة يا صاحبي، طبقه ولا غرقك؟ منه لله، نكد على حياتك كلها. ذنبي إيه أنا؟ ذنبي أتحرم من أكتر حاجة كان نفسي أعملها. اتعك انا معالي ايه؟ ليه؟ انا عايزك بقى دلوقتي تنسى قصه الشرطه دي خالص. انت اخوك دلوقتي بقى قاتل، يعني سوابق، لبس نفسه لبسكوا كلكم في الحيط. انت تعرف انا حتى المحامي اللي كنت بخلص معاه خلاص وهيدينا قرشين يعوضونا، حتى دي راحت. انا مش هسامحه ابدا على اللي عمله معايا ده. طب انسى بس، انسى بس وركز في اللي جاي. جاي ايه؟ هي فيها جاي؟ ما هي ما فيهاش. اه طبعا فيها جاي. انت مش قلت دلوقتي ان المحامي قفشك كربون؟ قفشك كام بقى عشان اشغل الفلوس دي وتزيد، بدل ما تقعد تصرف فيها وتغني ظلموه في الاخر. يا جدع انا في ايه ولا في ايه دلوقتي؟ اسمع مني انا بلغيك في الصح. اداك كام باشا الموتوسيكل اللي احنا حرزناه في قتل العزازي؟ طلع بتاع واحد اسمه محمود زغلول وشهرته مصدي. صدي ماشي، هات لي صوره الرخصه من مباحث المرور وانا هجيبه. تمام فندم. روح انت يا جيهان وانا هستعجل النيابه عشان تصريح الدفن. انا عايزه اخلص من الكابوس ده ورامي ما يتسابش لحظه، مفهوم؟ ما تقلقيش خالص، انا متفق مع رامي على كل حاجه. جالكم اي تهديدات من محارب قبل الجريمه؟ معلش انا تعبانه، انا بجد تعبانه قوي مش قادره اتكلم. انا هجاوبكم. ايوه كان في تهديدات صح مش صريحه، بس كان في بعض التلميحات في الحوار اللي كان ما بينه وما بين عزازي بيه الله يرحمه. طب انتوا عملتوا تنازلات عن القضايا اللي كنت رافعينها عليه ومن القضايا بتاعت حضرتك الشخصيه؟ هو حصل فعلا، وانا كده كده ما كنتش ناوي اكمل في قضيتي ضده، يعني اعتمادا على انه ولد غلبان وضعيف، وكنت مقدر تاثره بموت والدته يعني. وعلى فكره احنا اتدخلنا كمان في موضوع الولد اللي هو خبطه دوت، واقنعناه ان هو يتنازل، ويتنازل فعلا. وكل ده ليه؟ من طيبه قلب عزازي بيه وانه مش عاوز يأذيه. واخواته كمان جولي المكتب وطلبوا مني ان انا اكون المحامي بتاعهم، ووعدوني ان هم هيقنعوني اتراجع عن كل الاعمال المشينه اللي هو عملها. بس للاسف النيه كانت مبيته وروح الانتقام جواه، مع انها يعني قضيه بتحصل على طول، يعني قتل خطا وكان ممكن تخلص بالتراضي. بس نعمل ايه بقى؟ فعلا اتقي شر من احسنت اليه. استاذ رامي هو حاول يقتلك فعلا؟ طب ايه اللي منعه؟ ربنا. أكيد ربنا هو اللي منعه قتلي طبعاً، وبعدين بابا فداء ومات مكانه. أستاذة جيهان حابة تقولي حاجة؟ حسبي الله ونعم الوكيل. أنا ما قدرتش أخنقني أقول حسبي الله ونعم الوكيل. خلاص كفاية يا جماعة بعد إذنكم، مش شايفين الحالة، مش شايفين الحالة. حابة إيه بس؟ اتفضلي يا مدام جيهان اتفضلي. لا مؤاخذة يا باشا، أنتوا جايين لمين؟ جايين لمصدي يا حاج. مصدي؟ بس هو مش هنا من امبارح. ما تعرفش هو فين؟
والله يا باشا انا نفسي اعرف هو فين، لان الواد ده انا قلقان عليه جدا جدا جدا. مش موجود يا باشا، والاوضه بتاعته برضه. شكرا يا حاج.